زيادة من 6 ملايين شتلة للأشجار المثمرة تنتجها شركة فيترو بلان سنوياً. الشركة مختصة في إنتاج حاملي الطعوم والأشجار المثمرة من خلال المضاعفة المخبرية للإنتاج، تقنية حديثة بالجزائر وأساسية للزراعة العصرية، تساهم في تقليص مدة الإنتاج واختصار الوقت. تغرس كباقي الشتلات الأخرى، غير أن الشتلات المنتجة في المخبر عندها خاصية أنها تكون خالية من الأمراض، تكون شتلة يعني سليمة، تكون يعني تجانس في الشتلات، وكذلك السرعة في النمو عند الغرس. هذا هو الميزة تاعها، أنها لما تغرسها في تكون سريعة بالمقارنة مع شتلات أخرى عادية. إنسان إذا حب يصدر عن يعني من المنتجات تاع الشتلات هذه للخارج عنده إمكانية، لأنه عندها سلسلة إنتاجية يعني لا تراسابيليتي تاعها، يعني لأنه في يعني المستوردين في الخارج يطالبوا ب يعني شهادة عن المنتج، منها يعني لا تراسابيليتي، يعني وين تغرست، نوع الشتلة، مين جبت الشتلة، مين، المهم كل هذه الأمور احنا عندنا يعني تسهل عملية تصدير المنتجات فيما بعد. تتربع المشتلة على مساحة 5 هكتارات من البيوت البلاستيكية التي تتوفر بها أحدث التقنيات المعمول بها دوليا. أما مساحة المخبر فتمتد على طول 4200 متر مربع، نجد بها كل أنواع الأشجار المثمرة وكذا بعض شتلات الخضروات. Le travail doit être effectué dans un milieu stérile et dans des conditions bien contrôlées. Après la multiplication, les plants doivent passer un cycle dans les étagères sous la lumière et dans une température contrôlée aussi. Après la culture in vitro, nous avons la deuxième étape au laboratoire qui est la culture in vivo pour adapter le plant au milieu extérieur. passer du milieu artificiel au milieu naturel. À la مستوى الانتاج الانتاج راح يكون مبكر، راح يكون important وفير اكيد، وراح تكون ثاني لي بلون راح يكونوا سان دم دو مالادي. وهي خاصيه جديده في الجزائر، بنشجعوا باش نطوروا هذه التقنيه ونعرفوها للفلاحين باش تكون عندها انتاج وفير في مده قصيره ومدة ملحوظة. من هذا البيت البلاستيكي كاين ايطاب واحد اخرى، يعني دوزيام ايطاب سي ليطاب فينال تجوز لا سير اومبريير، هي انسير اللي فيها يونيكمون فيلي دومبراج باش تكون لادابتاسيون فير لو ميليو اكستيريور، باش الفلاح كيديها تتاقلم مع الوضع الخارجي تاع الفلاح باش يقدر يكمل لها النمو تاعها في البستان والجنان تاعها. الفلاحون من جهتهم أقدموا على هذه التقنية الجديدة باقتنائهم الشتلات وتجربتها في الميدان. النتائج يبدو أنها كانت مرضية. إن فيترو هذه تنقص المرض. نعم. تريتي فوسمو في لابوراتوار وكذا تنقص ديجا المرض. المرض في الشجرة. في الشجرة بيان سير، إيه في الشجرة وتكبر تمتم. تكبر سي بلو رابيد. كيما دوك هذه لاكليمونتين كانوا بكري يغرسوها تقعد بالك 7 طون باش دير، هذه عندها اون اني دمي هاي لك، هاي قدامكم هاي كاين فيها كيك، عندها عام ونص هاكي تشوفي قدامك، العام الجاي ان شاء الله الا كتب ربي تدخل في بروديكسيون قليله، العام اللي موراه ندخلوا على ربي ان شاء الله. ونوعيه الانتاج كيفاش؟ نوعيه الانتاج هاكي تشوفي فيه هاوليك تحبي تنحيها وقدامك. وبالنسبه للاشجار الاخرى يعني نكتارين كيف كيف ونوعية الانتاج في كسوسوا في الكاليبر ولا كي تكون لا شارج بزاف، كاين من داك الشجره تشارجي فوق طاقتها. نعم. الفو تنقصي لها الحب، تنقصي لها باش الاخرى تلقى كيفاش تعطي لها قيس طاقتها واش ترفد الشجره واش تقدر ترفد. كنا نجيبوا شتلات يعني هما شتلات ممتازين. نعم. مي واشنو ما يساعدوش الفلاح، هذوك الشتلات يساعدوا كما في المغرب يجوها من اسبانيا الصباح يغرسوها للشيه. نعم. مي هنا في الجزائر ما تساعدناش، تقعد في البابور ومن بعد تزيد تدخل الفريق وتزيد تسمى تطول النبته تتبال. نعم. تعطي بالاسبرار تسمى كي تغرسيها تزيد تبطى باه تكون روحها في التربه. نقولوا
تغرسي تغرسي نقولوا 5000 تلقاي 3000، تغرسي 5000 تلقاي 4000 800، تقولوا تروح لك شويه مونك من الخدام، الخدام كاين دي فوا ما يغرسهاش مليح من الاخر. مي كيما في الخطره اللي فاتت العوام اللي فاتوا تلقاي المونك بزاف، مونكي لك ميسنا جيبي اصبح تغرسي العشيه. إنتاج مبكر ومضمون صحي، العمل في وفرته لا زال متواصلا حتى الوصول إلى طريقة تقود أصحاب المشروع إلى إمكانية التصدير في آفاق قريبة.